ثلاث مشاكل قائمين متكررين. المشكلة الأولى إن مفيش أي دخل للمرشدين ومفيش أي دعم، فقلنا إحنا محتاجين دعم مادي أسوة ببعض القطاعات اللي في الدولة اللي وقفت وراها الوزارة. فخامة رئيس الجمهورية مشكورا قال دعم لقطاع العاملين في السياحة 100 مليون جنيه. سألنا قال مش تبعي الكلام ده، في وزارة التضامن الاجتماعي تقدروا توجهوا للتضامن الاجتماعي. سيادة الوزير النهاردة بيدعم الأسر المحتاجة والفقيرة جدا بكام حضرتك؟ بمعاش تكافل وكرامة. ده ما ينفعش أنا كنقيب مرشد سياحي أتكلم فيه، لأن المرشد السياحي له برستيج معين وسفير مصري في الداخل وبتعامل مع جنسيات ومستويات اجتماعية عالية جدا جدا، مش عيب. لكن العيب حضرتك أن يصل بين الأمر أن أنا أبقى عندي عشرات الطلبات من مرشدين سياحيين عايزين معاش التكافل والكرامة. طيب لما بعت لوزير التضامن الاجتماعي قلت له يا فندم ما هي الشروط التي تنطبق على هذا القانون، وهل المرشد السياحي اللي وصل بيه الحال النهارده انه محتاج هذا بشكل ملح يحصل او لا يحصل؟ فكان الرد رسمي ومكتوب ان هذا لا ينطبق قانونا على المرشد السياحي. فالنهارده حضرتك الدعم المادي مطلوب بشكل عاجل وملح من الدوله وباي صوره من الصور لدعم المحتاجين بقوه حتى تستقر الاوضاع السياحيه. الملف الثاني كان التامين الصحي. التأمين الصحي برضو قانون التضامن الاجتماعي حرم المرشد منه أن يكون تحت مظلة التأمين الصحي للدولة، وبناء عليه ما عنديش دخل وما عنديش فلوس ومريض فيش تأمين صحي، طب أروح فين؟ حط نفسك مكان الإنسان ده وأولاده حواليه ومدارس والتزامات اجتماعية كل ده، يعني مش عايز يعني أعدد في هذه الأشياء كثيرا فيها مفهومة لكل المستمع ولكل مشاهد يعني. فهنا التأمين الصحي طلبت معالي الوزير تأمين صحي، قال لي ده تبع وزير الصحة، بس الدعم الطبي اللي انا بقدمه للنقابه 250,000 انا ممكن ازيده الى 500,000. حضرتك انا ممكن اديك دلوقتي الكشوف من جوه. كان معالي وزير السياحه منذ شهر صرح ان في 250,000 جنيه اشر عليهم للنقابه، بالفعل هو اشر عليهم، لكن طبيعه الصرف من صندوق السياحه بتتم 100,000 تصل الى النقابه يتم صرفها لمستحقيها، ثم يتم تسويه كل هذه الفواتير بشكل قانوني، ثم نودي الفواتير الصندوق، ثم يأتي المبلغ الآخر. حضرتك المئة ألف اللي وصلوني قبل ما يوصلوا كانوا معد لهم كيفية الصرف، لأن كان في ناس waiting list كتير جدا منتظرين، وتصرف حضرتك مش 100,000 تصرف حوالي 105,000، يعني اقترضنا من صندوق تاني عشان طلع للناس. طب حالة الانتظار اللي عندي النهاردة تنتظر فوق 400,000 حضرتك. طب احنا في ظل عدم تنسيق عدم تنظيم، لو هنا وزارة السياحة دعمت النقابة العامة بمبلغ معين للتأمين الصحي للدولة لعمل تأمين صحي تحل مشكلة التأمين الصحي. يعني بدل ما احنا قاعدين ندفع 100 في 100 في 100 في 100 وبنحط في بحر ما بيخلص، طب ما احنا نفكر جيدا في مشروع تأمين صحي يضم المشاهدين السياحيين الى مظلة التأمين الصحي للدولة ونخلص. فده اللي انا بطلبه. فلما طلبته كان ده حضرتك تابع مين؟ وزارة الصحة. طيب يا فندم سيادتك الوزير المنوط بالسياح ونحن قطاع من السياح، فلابد سيادتك أن يكون هناك تدخل من سيادتكم لدى رئيس الوزراء اللي هو معني بكل الوزارات، اللي هو عنده القدرة على اتخاذ القرارات داخل كل الوزارات، مش كده ولا ايه؟ فكان الرد حضرتك توجه إلى هذه الجهات وتفاعل معها. طب ليه حضرتك مش بخطط رسمي؟ سيادتك انا بقول لسيادتك سين جيم، انا بقول لك اللي حصل بالظبط منتهى الشفافيه والمكشفه. الراي متروك لحضرتك للتحليل او تسالي معالي الوزير نفسه ما هي الخطه القادمه لانقاذ ما يمكن انقاذه من العاملين في قطاع السياحه.